ضمن احتفالات المملكة بعيد الميلاد المجيد، شارك العشرات من أبناء محافظة إربد باحتفالية تخللتها فقرات رافضة لاعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها. وتضمن الاحتفال ترانيم موسيقية عن المسيح عليه السلام وعرض مسرحية لمجموعة من الأطفال وصفت حال الأمة العربية وما حدث لها من تفرقة ودمار، بالإضافة إلى تصوير لما يحصل للأقصى على أيدي المحتلين. كما بينت المسرحية الدور الأردنية في الوقوف إلى جانب القدس وحماية المقدسات الدينية فيها. نعمل فعاليات تستهدف فيها الفكر، فكر الشباب الموجود، زي مثل الفعالية اللي عملناها هسه استهدفنا فيها إعلان ترامب قرار إنه القدس هي عاصمة إسرائيل، فحبينا نعبر في طريقتنا الخاصة إنه إحنا ضد هذا القرار قلباً وقالباً ومع قيادتنا الهاشمية. عملنا فعالية بسيطة اسمها القدس لنا، كان في معنا أديان مختلفة عشان نعبر إنه إحنا كمسلمين أو مسيحيين أو شو ما كان الدين تبعنا إحنا ضد هذا القرار والقدس تبقى عاصمة فلسطين الأبدية. جمعنا اليوم عيد ميلاد المجيد على فكرة واحدة عشان نتوحد إحنا كمسلمين وكمسيحيين على قضيتنا، قضية القدس. وعملنا كمان احتفال عيد ميلاد المجيد كأحد مبادرات احنا بنقدمها من المسلمين اخوان المسيحيين الى اخواننا المسيحيين. هدف هذا العمل بالتعاون مع مبادرة يلا نسافر سوا، هدفه انه روح التعايش بين الطائف المسيحي والطائف المسلمين، لانه هيك عودنا جلالة سيدنا على روح التعاون بالبلد. احنا شعب واحد وكلمتنا واحدة وما بفرقنا ايش ان شاء الله.